امضاء اتفاقيه بين صفاقس عاصمة الثقافه العربيه 2016 والقدس كعاصمه دائمه للثقافه العربيه، لو كنت تعطينا وضح على الاتفاقيه هي. هي اهم فيها الاتفاقيه ترسيخ فكرة أنه تونس تساند الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين وستواصل في مساندتها، ولكن الاتفاقية كذلك تطرح علاقة تشاركية في المجال الثقافي في مجال الفنون والإبداعات، ونحن متعطشين أنه نستقبل فنانين من فلسطين حتى تكون تونس مفتوحة لهم يقدموا إبداعاتهم. هم عندهم حصار في مدنهم، ولكن تونس مفتوحة لهم حتى يقدموا كل أشكال إبداعاتهم من فنون معاصرة، من معارض للصور، من فنون شعبية إلى آخره. وفما كذلك مشاريع كثيرة حكينا فيها، من التفكير في مراكز ثقافية، مركز ثقافي فلسطيني في تونس لما لا، مركز ثقافي تونسي في القدس إن شاء الله. هذا حلمنا احنا، حلم مستقبل، ولكن نحن مصرين على مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته ومحنته. هذه مسألة تونس، مسألة مبدئية بالنسبة للدولة التونسية، وكذلك بالنسبة لنا النشاط الثقافي هو اللي يخلي الإنسان يتطور ويتحرر من كل القيود هذا الحصار. فتونس مفتوحة لهم وستبقى مفتوحة لهم. امضاء اتفاقية بين صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 ومدينة القدس كعاصمة دائمة للثقافة العربية، كلمة بالمناسبة هذه من المناسبات المهمة جدا والتي لها أيضا الكثير من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية، بمعنى بأن هذه الاتفاقية تأتي لدعم صمود شعبنا في مواجهة كل سياسات الاحتلال التي تحاول طمس الهوية الثقافية. نحن نقول أن وجودنا في صفاقس كعاصمة للثقافة العربية وتوقيع هذه الاتفاقية أيضا يأتي لمد الجسور مع الثقافة الفلسطينية، كي تكون صفاقس هي جسر الثقافة العربية إلى القدس، وأيضا كي تطل القدس على ثقافتنا العربية من خلال هذا البرنامج الذي نعكف مع وزارة الثقافة التونسية على أن يتم تنفيذه في فترة صفاقس عاصمة للثقافة العربية، والذي نستطيع أيضا أن نعمل إلى ما بعد ذلك لترسيخ العلاقة التونسية الفلسطينية.